الشيخ نبرة. بدر مقاطي معنا الان نسمع الشيخ امام بدر جامع زياد. الشيخ بدر حياك الله. حياكم الله يا ابو عبد الله. يا هلا والله وسهلا بالشيخ بدر. صوتك شيخ بدر ترى ما نسمع. حياكم الله يا ابو عبد الله. حياك الله يا ابو عبد العزيز. حيا الله جميع المتابعين وجزاكم الله خير على هالموضوع الطيب. الله يبارك فيك وطيب احوالك. سمى شيخ تفضل. اول شيء بعد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم صل. في الحقيقه اجمل عوده. اشكركم حقيقه على اختيار هذا الموضوع المناسب. وحقيقه عوده ليست عوده للابدان فقط بل حتى عوده للارواح. الله اكبر. لان هذه البيوت بيوت الله سبحانه وتعالى علاج للارواح وعلاج للقلوب وعلاج للافئده. صحيح. زي ما ذكر ابو عبد العزيز ان ذلك النداء صلوا في رحالكم في آخر رجب بكت العيون وقبلها بكت القلوب على فراق بيوت الله عز وجل. ليس اعترابا وإنما حزنا على فراق بيوت الله عز وجل. وإلا فإنا نعلم أن ما قام به أولياء أمورنا وهذه الاحترازات الصحية وهذه الأمور ما جاءت إلا عن تطبيق بعض القواعد الشرعية. صحيح. التي نفذت فيها هذه الإجراءات. أحسنت. ثم بعد ذلك رجعت هذه المساجد بفضل الله عز وجل مع التوجيهات من وزارة الشؤون الإسلامية بأهمية العمل بهذه الاحترازات. كإمام مسجد يوم الفجر عندي يوم لا ينسى بفضل الله عز وجل. حقيقة لست من أكثر الناس يعني شوقا حتى لا أزكي نفسي، بل وجدت هذا الشعور عند كل الناس بفضل الله عز وجل. الله من قبل الأذان والناس متوجهة إلى البيت الله عز وجل. ما شاء الله تبارك. متوجهة إلى المساجد، متوجهة إلى الجوامع، الصغير والكبير، ويعني كل من حب بيت الله عز وجل عرف فعلا قيمة هذا البيت، بيت الله سبحانه وتعالى، وجاء بهذه الاحترازات وبالتباعد ولبس الكمامات والتعقيم. وأيضا نشكر حقيقة جماعة المساجد الذين تقيدوا بهذه الاحترازات. صحيح. ونشكر صحيح. كذلك الأئمة ونشكر كذلك المؤذنين الذين سعوا لتجهيز هذه البيوت بكل الاحترازات المهمة التي ينبغي أن تعمل من أجل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن أي فيه ضرر لا بد أنه يستبعد. فمشاعر الناس اللهم لك الحمد جياشة، والعودة كانت قوية والفرحة كانت ظاهرة، وهذا شيء ملحوظ شاهدته في جماعة مسجدي. وحينما أجلس مع بعض الأئمة في مختلف في المملكة أجد تلك الفرحة عائمة. جزاك الله خير. نعم. سام تفضل. شاه أقول أنا في جروب على مستوى المملكة لبعض الأئمة أي. في طرح بعض الأفكار. لو أتكلم من الآن إلى الغد حقيقة لما استطعت أن أوفي. لا نبغى دقيقة يا شيخ بس أقول نبغى دقيقة واحدة نعطيك إياها، أما للغد نقفل البرنامج. موضوعكم جميل جدا يا أبو عبد الله. الله يبارك فيك يا شيخ، وحقيقة يعني سعدنا بلقائك، وما شاء الله الوصف الجميل والكلام الرائع الحقيقة عن بيوت الله سبحانه وتعالى. وأيضا جزاك الله خير حقيقة، يعني بثيت الحقيقة يعني الروح فينا من تعاون جماعة المسجد والجميع الحقيقة للالتزام بالتعليمات الحقيقة، وهذا جزاك الله خير فيه. شكرا شيخنا بدر وأثابك الله. شكرا شيخنا. حياك الله. سلامي سلامي لأهل الحسن. ومن الحسن؟ لا 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 مزحمية. مزحمية. أي سلامي لأهل المزحمية. حياك الله شيخ. أقول أنا إمام